أيضا يسرنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد سعيد العرقبي، مدير عام الآثار في سقطرى، لنتحدث عن هذه الجزئية المهمة عن الآثار في سقطرى. أخي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا أستاذ فؤاد، حياك الله. أتمنى لك التوفيق. كثير من الناس من المواطنين يعلمون أن سقطرى وجهة سياحية لما تتمتع به من بيئة مناسبة، أيضا نباتات بحرية، من نباتات برية، وأيضا شواطئ بحرية ورمال وغيرها، لكن لا يعلم الكثير من الناس ماذا عن الآثار في سقطرى؟ أولا أخي العزيز، دعني أن أبعث برسالة شكر وامتنان لمعالي الوزير معمر الأرياني في زيارته لسقطرى، التي لامس من خلالها مشاكل ومعوقات المكاتب التي تحت وزارتي. فكانت زيارة بكل المقاييس ناجحة، وكانت زيارة طيبة، ويعني تعرف على جميع يعني ما يدور حول هذه المكاتب وما هي مشكلاتها وما هي معوقاتها. نعم. الجانب الأثري أخي العزيز، أولا يعني سقطرى تعتبر من أهم المواقع أو من أهم المناطق التي تتواجد فيها مواقع أثرية كبيرة جدا وضاربة في القدم. فسقطرى موجود فيها مواقع للعصور ما قبل التاريخ، سقطرى موجود فيها مواقع للعصور ما قبل الميلاد، فسقطرى موجود فيها مواقع لمقابر كهفيه، مواقع لمستوطنات عملاقه، مواقع لمقابر او حضارات دلمون، هي الحضاره التي تمتد من العراق الى البحرين. فكل هذه المراحل التاريخيه الموجوده في العالم موجوده في سقطرى، وتنتشر في على مستوى سقطرى اكثر من 410 موقع اثري تم تسجيله بطريقه حديثه. يعني عملنا على مسح ل 65% من سقطرى، وبالاضافه الى جزيرتي سمحه ودرسه، سجلنا في هذه الجزر الثلاث يعني 410 موقع اثري. تنوع هذه المواقع بين رسوم صخريه ومواقع نقوش، مثل النقوش اللي موجوده في كهف حوض، وهو يعني اكبر كهف على مستوى الوطن العربي. ايضا موجود مستوطنات عملاقه، موجود مقابر تعود للعصور البرونزيه، موجود مقابر غير اسلاميه، ايضا موجود مقابر اسلاميه قديمه جدا. كما هناك ايضا يعني مقابر تعود الى العصر الدلموني. نعم. يعني هل ما هي الادوات التي تحتاجونها لتعزيز حالة البحث وأيضا للاستفادة من هذه المواقع لتكون مزارات للسياح وأيضا للدارسين في الآثار؟ أخي العزيز، أولا يعني اشتهرت سقطرى مثل ما تعلمون جميعا كموقع تراث عالمي طبيعي. نعم. وجل الباحثين والمعاهد الدولية والاهتمام الدولة بالجانب الطبيعي وإظهاره حتى سجلت كموقع تراث عالمي طبيعي في 2008. لكن لا يعلم هؤلاء الناس وهؤلاء الباحثين أو يعني نوع من التجاهل أن هذه الطبيعة التي وصلت إلينا هي وصلت عن طريق ثقافة السقطريين، هي وصلت عن طريق يعني عقلية السقطري الذي حافظ على هذا التراث الطبيعي. فلذلك المواقع الأثرية يعني مهمة جدا، ومهم عمل لمشاريع للبحث والتنقيب في الآثار واستكمال بقية المسوحات للمناطق التي لم نصل إليها. احنا وصلنا إلى 60% من سقطرى فقط، فهناك جزيرة أخرى عبد الكوري لم نصل إليها ولم يسجل فيها أي موقع. نعم. أيضا هذه المواقع التي تم تسجيلها نحتاج إلى دراستها، مشاريع دراسة هذه المواقع. ايضا محتاجين لمشاريع تاهيل هذه المواقع. الان نحن معانا اكثر من 12 موقع بحاجه الى تاهيل سياحي، بحيث يكون مزارا سياحيا مرافقا للسياحه البيئيه اللي موجوده في سقطرى. فلذلك، لكن للاسف الشديد اخي العزيز، مكتب سقطرى يعاني، نحن بلا مكتب الى الان،
ايضا بدون ميزانيه تشغيليه لاداره هذا المواقع ولاداره شؤون الاثار. ايضا احنا بلا موظفين، يعني احنا نتعامل الان، يعني انا الوحيد الموظف حكومي في مجال الاثار، لكن نعم معنا 8 متعاقدين الان، يعني يستلمون مرتبات من او حوافز شهريه من مؤسسه خليفه فقط، لكن لا نعم وجود لتعاقدات من الدوله. ونحن نتمنى ان شاء الله تعالى بعد زياره الاخ معالي الوزير ان ينظروا لهؤلاء الناس والمتعاقدين، واهم واهتمام بالمكاتب التي تحت الوزارات نعم نحن الكبيره. سنظل على تواصل معك في برامج أخرى إن شاء الله. أخي أحمد سعيد، مدير عام الآثار في محافظة أرخبيل سقطرى، أولا نشكر كل هذه الجهود التي بذلتموها وفي هذه الظروف الصعبة، وأيضا إنجازاتكم التي قمتم بها خلال الفترة الماضية. هذه نجل كل الشكر والتقدير لكم ولجهودكم رغم شحة الإمكانيات أو عدم وجود إمكانيات كما قلنا. وأيضا رسالتنا موصولة، لأن تصل رسالتكم لرئاسة الوزراء وقبلها رئاسة الجمهورية للاهتمام في بهذا الجانب، وأيضا لإعادة تفعيل هذه المؤسسات والوزارات ومكاتب الوزارات في محافظة أرخبيل سقطرى. شكرا جزيلا لك.